معه في ليبيا وصرح للمسؤولين الليبيين تم التسليم. مش يتم التسليم، معناها أن التسليم مبدأ التسليم نحن قابلين به، كما احنا طالبين السعودية باش تسلمنا زين العابدين بن علي، احنا نتفهموا طلب الليبيين. اي ذي قالوا سيد رئيسي، مبدأ التسليم متفقين عليه، ولكن الوضع توقيت التسليم توقيت التسليم يتطلب بالنسبة للسيد رئيس الجمهورية ضمانات حقيقية. هذا يتقال سي عماد، ولكن اعطينا جديد، حاجة جديدة أبارك الكلام اللي سمعناه في التصريح نتاع السيد الرئيس، يعني الحكومة مصرة على تسليمه، يبدو فما نوع من شوف احنا نتمنوا مش باش نوصلوا إلى خلاف في من سيسلم، لأن إذا وصلنا الخلاف سيحال المجلس الوطني التأسيسي اللي هو المؤهل لحل الخلافات. احنا بعثنا لجنة تحقيق مشتركة، لجنة مشتركة ليبيا فيها من رئاسة الجمهورية، أي فيها من الحكومة، فيها شخصيات وطنية، واللجنة هذه قدمت تقرير، قدمت تقرير فيه الجهود الجبار اللي قامت بها ليبيا لاستلام البغدادي المحمودي، فيها أيضا تصريحات وأراء ومواقف من المجتمع المدني الليبي اللي طالب بالتسليم، ولكن يطلب من السلطات التونسية أنها تنتظر شوية حتى لتتم عملية الانتخابات. وإحنا أيضا تونس نلتزم متعهدين بكل تعهداتنا الدولية، ملتزمين بالتعهدات الدولية، ومن بين التعهدات الدولية اتفاقية جنيف 51 اللي وقعت عليها تونس، واللي تمنع على تونس تسليم المحمودي وهو طالب لجوء سياسي كان ما يتم النظر في طلب اللجوء. إحنا الملف هذا أحلناه إلى رئاسة الحكومة، ملف اللجوء السياسي للبغدادي المحمودي للنظر فيه للتنسيق مع الأمم المتحدة، والرئيس ما زال مصر على كلامه، لا مجال للتسليم قبل توفير الضمانات، ولا مجال أيضا للتصعيد وإلا للدخول في مسألة في خلافات وإلا في خلافات في التصريحات، لأن الهدف هو هدف أسمى، نحافظوا على الترويكا في تونس، وفي نفس الوقت بالتنسيق مع إخوان الليبيين وفروا ضمانات المحاكمة العادلة والتسليم الآمن والظروف الطيبة الإنسانية الطيبة باش نسلموا سي البغدادي المحمودي الليبيا. وفي نفس الوقت زاد نتمنوا في هذه المناسبة أيضا أن نقوموا بالجهد الضروري والمناسب باش نسترجعوا زين عبدين بن علي من السعودية وبقية المطلوبين أيضا. آخر سؤال حول تصريحات السيد الرئيس، هو تصريحه حول محافظ البنك المركزي. السيد الرئيس في الجزء الأول من برنامج صراحة راحة الخاص بالقصر الرئاسي قال أنه قرر عزل محافظ البنك المركزي منذ أشهر، اتخذ القرار ذي منذ أشهر، وأنه معناها لأسباب معناها تتعلق بيحب على محافظ يخدم أجندة الثورة وأجندة الشعب التونسي فقط، وكأنه هذه تهم غير مباشرة للمحافظ بأنه مش يخدم في أجندة الثورة. ومحافظ البنك المركزي يرد زادة في الجرائد يقول ليس من صلاحيات رئيس الجمهورية عزلي، ثم شكون علق على هذا يقول أنه تطاول على رئيس الجمهورية. على كل حال كيف ما نش باش ندخل في التصريحات ولا باش نقيمها، الصلاحيات واضحة ومحددها التنظيم المؤقت للسلطات العمومية. رئيس الجمهورية هو الذي يوقع قرار تعيين عزل إعفاء المحافظ البنك المركزي وتعيين من يعوضهم، هذا مؤكد. القرار يتخذه بالتشاور مع السيد رئيس الحكومة ثم يحال إلى المجلس الوطني التأسيسي للتصويت. وقبل الشيء هذا الكل عندنا ترويكا تحكم البلاد سياسيين، وترويكا عندها تحليل للبنك المركزي معناها سياسات البنك المركزي في الفترة اللي فاتت، للدور المنشود للبنك المركزي في الفترة القادمة. وعلى ضوء التحليل هذايا ثم خيار مشترك أن ضرورة القيام بتغييرات جوهرية ما في البنك المركزي باش نتجه نحو سياسات تخدم الاقتصاد الوطني. يعني في هذه المرحلة متفقين أنتم كترويكا على تغيير محافظ البنك المركزي، ثم ماهوش قرار الرئيس فقط، ثم اتفاق في إطار الترويكا لإحداث تغييرات في البنك المركزي الفترة القريبة القادمة. نعم الفترة القريبة القادمة، نعم.
يعني ما ذي خبر نعتبروه رسمي في كل الحالات. في كل الحالات هو سيحال على المجلس الوطني التأسيسي، معناها يحال قرارات في الفترة القادمة إن شاء الله ونسمع بها الكل إن شاء الله. به سي عماد نخرج شوية من الرسميات. آخر ريبورتاج باش نشوفوه توا على هوامش وكواليس زيارتنا إلى القصر الرئاسي والحلقة الخاصة هذه، صاروا برشا ترائف وبرشا كواليس باش نشوفوها مع بعضنا باش نفهموا شوية أجواء التصوير اللي دامت أسبوع كامل قضيناه في القصر الرئاسي. ساعات نقوموا من 6 نتاع الصباح ونروحوا 7 نتاع العشية، تعرفنا على كل أجواء وكواليس القصر وصاروا برشا ترائف باش نشوفوهم في بعض الدقائق مع بعضنا. أهلا وسهلا. من هنا مرة بن علي احكي لنا شوية التليفون ينقص. شوف التليفون مسج عليك السيد رئيس جيعان يحب على الماك. يعني في مشمولاتي فما حاجتين، فما العلاقات العلاقات سمحني كبير عليه برشا. تفضل خليني نحب يسر ويحصل. مش تحكي لنا واضح بيه سي عماد، شفنا بعض ترائف والحلقة وصلت إلى نهايتها. وقبل ما نختم الحلقة هذه ثم حاجة مهمة يسر تحتاج إلى توضيح أكيد وضروري. للأسف بعض السياسيين اللي نحترموهم برشا يؤسفنا أنه كنشوفوا أنه مصادرهم هي الفيسبوك. تعرف سي عماد أنه الفيسبوك مليان بالمندسين والميليشيات والعصابات السياسية والصفحات اللي تديرها عصابات سياسية كاريمون بدون مبالغة. ويحصر على الفيسبوك قبل الثورة كان كلمة واحدة وموقف واحد وكان منحاز لتونس فقط ومنحاز للوطن فقط. اليوم الفيسبوك ولا مصدر إشاعات، مصدر بث للفتنة وتحريض على العنف. ومن بين الحاجات اللي تأثروا بها للأسف بعض السياسيين هي اتهامنا بأنه بث حلقة أو الجزء الأول من حلقة الصراحة راحة في كواليس القصر الرئاسي يوم الخميس ماهوش بريء وماهوش صدفة وماهوش تلقائي. يعني احنا عدينا الجزء الأول من برنامج الصراحة راحة نهار الخميس. نعم. انت تعرف سي عماد انه التصريحات انتع السيد الرئيس حول محافظ البنك المركزي وحول البغدادي المحمودي وبعض التصريحات الأخرى كانت ما تحتملش التأجيل، وكانت تصريحات عاجلة وكانت يعني سبق صحفي دي سكوب ما يلزمناش نفرطوا فيهم. فاخترنا باش نبثوا بكل تلقائية، اخترنا وقررنا بث الحلقة هذه والجزء الأول يوم الخميس على غير العادة. القناة الوطنية كان عندها برنامج برمجته في آخر لحظة، وتنجم تأكد لي كلامي أو تكذبه سي عماد لأنه عندك معلومات نحكيه بكل تلقائية. كانت عندها برنامج مع الأستاذ راشد الغنوشي مبرمجته في آخر لحظة بعد ما احنا بدينا التصوير وبعد ما احنا أعلننا على حلقة الرئيس يوم الخميس يقرروا هما باش يبثوا يوم الخميس في نفس الليلة في نفس التوقيت حلقة مع راشد الغنوشي. وهما صوروها نهار الأربعاء قبل البث بنهار، بينما احنا نصوروا قبلهم بجمعة، وبينما احنا حددنا وقت التصوير قبل بجمعة. دونك اقحموا زاد الحكايه هذه في صراع بين الرئاسه والحكومه وال يعني النوايا نتاع الفتنه والتحريض على الفتنه وافتعال المشاكل، بينما نحن اللي نخمموا فيه هو الأوديمات. ما حتى واحد ما ينجم يمنعنا من المنافسه ومن الخدمه باش نخدموا على رواحنا. ما في بالناش حتى شكون باش يتعدى في الليله هذيك. والحمد لله أنه الحلقة نجحت وحققت نسبة مشاهدة عالية، والأستاذ راشد الغنوشي كان ضيف على البرنامج هذايا مرتين وحقق نسبة مشاهدة عالية في المرتين، وربما يكون في مرة ثالثة قريبا. فوالا
والله يظهر أنت في بالك بيه زاد الموضوع حتى أنتو ما دخلتوا في التهمة. والله على كل حال شوف أنا نحبش ندخل في صراع ما بين زوز قنوات تلفزية هذه. لا لا مش ما بين القنوات هي بالنسبة لنا صراع بين قنواته. أي أنا بالنسبة لنا أنا شخصيا تأسفت لتزامن زوز برامج لأن تمنيت لتوانسة يسمعوا يشوفوا البرنامج هذا ويشوفوا البرنامج الثاني طبعا. اللي شاهد عليه أيضا هو أن أعلمتنا أسبوع قبل البرنامج أنكم باش تبثوه يوم الخميس ثم يوم السبت باعتبار وقتها مزيل حتى ما تبرمجش الحلقة نتاع القناة. ما عنديش فكرة على برمجة البرنامج الآخر. تبقى الأكيد هو أن ما ثمش تنافس معناها بين وبين الحكومة بين كحزب سياسي موجود داخل ترويكا وبين حركة النهضة معناها شريكنا في التحالف القائم أن التنافس مش مطروح الآن، مطروح التعاون، مطروح العمل المشترك مع بعضنا. ماناش في معركة انتخابية وإلا معركة سياسية باش نعملوا كسب مواقع في المجال الإعلامي. لذلك الحديث هذية أعتقد أنه مجرد مزايدات مزايدات فارغة. وأعتقد أن احنا مشغولين بأمور أكبر بكثير من الأمور هذية. وأعتقد معنا والنقطة النجم نأكدها للتوانسة اللي ثم تفاهم واتفاق كبير ما بين